أهلا بكم مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من حوار بيروت اليوم. أستضيف الصحفي والكاتب الصديق الأستاذ نقولة نصيف. أهلا فيك أستاذ نصيف. بداية طبعا تحية لروح الشهيد جبران تويني اللي نحن كصحفيين بنتذكره وبنتذكر كلمته الحرة. ولابد أن نقول بأنه على عهد قسم جبران نحن باقيين كصحفيين لنقل الكلمة الحرة مهما كانت مرة. أستاذ نصيف أهلا فيك. بذكرى جبران تويني بدي أعطيك مجال لتقول هيك كلمة ولو بهذه الذكرى لأنه كان زميل وصديق. طبعا أستاذ تويني طبعا بعد 10 سنين يعني على استشهاد جبران تويني وأيضا على استشهاد اللواء فرانسوا الحاج لأنه بتاريخ واحد كمان. الله يرحمه بفرق كمان. سنة بفرق سنة يعني يمكن طرح مسألتين كعبرة مغزى هذا الاستشهاد. أولا شق قضائي أين أصبح التحقيق بنتائج التحقيق باغتيالهم. حتى الآن الكل بيقولوا الملفات فاضية لسوء الحظ ما حدا عم بيقدر يوصل لأي نتائج أو ربما ليست هناك جدية أو ربما في أسباب معينة حدا عم يمنع حدا عم يمنع يعني ما بعرف اليوم القضاء بيد من يستطيع أن يمنع. فيما مضى ربما كان بإمكان حدا أحد ما أن يمنع أن يمنع القضاء من أن يضع يده على ملف. اليوم ما بعتقد بس اليوم كثير عم نشوف إنجازات للقضاء وحتى لذلك أنا عم بقول لذلك عم بقول أنه اليوم ربما أكثر من أي وقت مضى ليس هناك من حائل يمنع القضاء أن يؤكد أو أن يحصل على أدلة إضافية بالنسبة للجنات. في الجانب الآخر السياسي طبعا كان فرانسوا الحاج وبالتأكيد جبران التويني استشهد من أجل قضية. قضية جبران التويني هي قضية سياسية وقضية فرانسوا الحاج هي قضية عسكرية أو كل واحد أمسك بوظيفة معينة. كانت وظيفة استشهاد جبران التويني أو الدور اللي لعبه جبران من وتسبب باستشهاده هي المحافظة على صورة لبنان المستقل السيد كل هذه الشعارات اللي كان طرحها. وبالنسبة لفرانسوا الحاج هي أمن لبنان استقرار لبنان. في نهاية المطاف ليك وين صرنا نحن كما لو أنه هذا الاستشهاد رح هباء. اليوم 14 عم بيسألوا اليوم 14 أدار وين قضيتها؟ إذا اعتبرت جبران تويني كان يحمل قضية 14 أدار يمكن جمهور 14 أدار بعده هو على خليني جمهور 14 أدار على جنب لأنه الذي يلعب بمصير 14 أدار مش جمهوره القادة أو القمة من فوق. ما بعرف وين القضية. وبالنسبة للواء فرانسوا الحاج شفنا الثمن اللي دفعه في مقاومته الإرهاب ومحاربته الإرهاب في مخيم نهر البارد. هذا الثمن يعني أصبح في مكان آخر. أصبح الإرهاب تقريبا داخل البيت. يعني لسوء الحظ نختلف اليوم كسياسيين لبنانيين كزعماء على تعريف الإرهاب. يعني في فريق بيقول النصرة هي معارضة سورية معتدلة وفريق بيقول هي منظمة إرهابية. الأمر ذاته بالنسبة إلى داعش إذا كانوا اللبنانيين أنفسهم مش قادرين يتفقوا على تعريف موحد للإرهاب إذا يكون استشهاد فرانسوا الحاج كان هباء. وإذا كانت قضية 14 كما قضية 8 ونحن ما ننسى ما في شيء اسمه 14 ما في شيء اسمه 8 إلا على ملف واحد هو السوري. يعني نشأت 14 كي تقول السوري اخرج من لبنان ونشأت 8 قبل كي تقول سوريا نحن لا نزال حلفاء لك لا نزال حلفاء لك. ظهرت سوريا واليوم سوريا بدو مين يشيلها من الجورة اللي واقع فيها. لم تعد هناك قضية ل 14 و8 أصبح هناك صراع على السلطة. لما انقسموا على بعض لا اختلفوا على قانون الانتخاب أنذاك ولا على الدستور ولا على القوانين ولا على السلطات ولا أي شيء في نظام الحكم بدليل أنه بحكومة الرئيس فؤاد السنيورة بال2005 نشأت من تحالف رباعي. يعني كانوا متفهمين أو ما يبدو متفهمين على كل شيء باستثناء الموقف من سوريا. هذا هو قلب أو أساس نشوء 14 و8 اليوم صار اليوم كل واحد اليوم الصراع هو على الحصص الصراع على النظام الصراع على كل ما يمد بصلة بس إلى هل هذه التسوية الرئيسية هي اللي أوصلتك إلى ما تقوله اليوم أستاذ نصيف؟ لا يعني أنه التسوية والذهاب بمرشح يعني على الأقل قريب من الرئيس بشار الأسد يعني بالنسبة ل 14 أدار أنه تخلت عن هذه الهدف اللي انطلقت على أساسه أنه في وجه النظام السوري. وبالنسبة للثامن من أدار كمان يمكن أنه
الوضع والتخلخل بداخل 8 أدار كمان يعني. خليني أقول شغلة دونيز، عم نرفع اليافطة الغلط اليوم إنه سليمان فرنجي صديق بشار الأسد، هيدي يافطة غلط، يافطة ما بتتقرش ولا بمحل، لأنه اليوم ما عاد في أي دور لسوريا في لبنان. إذا كان هناك دور هو الدور لحزب الله، يأخذ في الاعتبار المصلحة السورية أو الأمن السوري أو يراعي النظام في سوريا. هو عم بيحمي النظام مش النظام عم بيحمي. فيما مضى بمرحلة العهد السوري حزب الله، فيما مضى بمرحلة الوجود السوري في لبنان كان هي سوريا التي تحمي حزب الله وتحميه سواء بتزويده بسلاح، بموقعه بالسياسة، بمواجهة خصومه وحمايته، كانت هي سوريا عم تحمي حزب الله. اليوم هو حامي النظام بمشاركته بالمعارك، فبالتالي هيدي يافطة غلط لنيجي نقول انه لا ناتي بسليمان فرنجي لانه صديق لبشار الاسد. بس نشطت الحركه باتجاه سوريا عندما طرحت هذه التسويه؟ لا، هذا كلام بين الحلفاء، هني احرار، هني ما تخلوا عن سوريا، ثمانية ما تخلوا على سوريا. بعده يؤخذ برايي طبعا هني حلفاء، انه القرار للحزب صحيح، ولكن بعده يؤخذ وبعضهم راحوا واجوا من يعني. بس رجع الكلام السوري ميشيل عون وموفد ايضا من سليمان فرنجي. بس رجع الكلام السوري يقول له روح حكوا مع السيد حسن نصر الله، يعني الملف بين يدي السيد حسن. انا اللي عم بقول فقط اذا اللي بده يرفض سليمان فرنجي لا يتحجج بانه صديق الرئيس بشار الاسد، بيقدر يقول اي سبب اخر لرفضه، بس ما يقول هذا السبب، لانه سوريا اليوم ليست في لبنان، لانه سوريا نفسها لم تعد في سوريا حتى، والنظام نفسه لم يعد هو نفس النظام او لم يعد في سوريا حتى نقول انه قادر يمد اصابعه بلبنان يتعاطى. في عندك فريق حليف وطيد لسوريا او حزب الله او فريق 8 اذار، فيك تقولي اللي بدك اياه عنه، فيك تقولي انه انا ما بدي سليمان فرنجي بسبب ارتباطه ب 8 اذار ولا يستطيع ان يكون رئيس في الوسط او رئيس فوق الجميع. يمكن تتذرعين بهذا الامر، لا يصح ان يكون مرشح توافقي يعني. فيك تقولي اللي بدك اياه، بس ما بنقدر نحمل اليافطه الغلط اللي ما عاد تتقرش في شيء. لذلك انا عم بقول بس كنت عم تساليني على هالاساس، هل من 2005 وصلنا بسبب ما حصل؟ بقول لك ايه نعم، ما حصل في التسوية الرئاسية أو ما حصل في الشغور الرئاسي، التسوية هي محطة، التسوية هي منا تسوية بس الاقتراح بترئيس. شو هي منا تسوية؟ شو بتسميها؟ اقتراح، اقتراح بترئيس. البعض بسموها مبادرة، البعض بسموها بادرة، بدك هي مبادرة، البعض بسميها طبخة، شو ما كان بتسميها حضرتك. يعني يمكن أن تسميها ما شئتي، اقتراح، مبادرة، لكنها ليست تسوية، لأنه تسوية تكون بين الطرفين متكافئين قادرين على أن يتنازلا أو لا يتنازلا، أن يتفاوضا. يعني الرئيس سعد الحريري منه قادر يتنازل أو يفاوض، والنائب سليمان فرنجي مقابله ما قادر، ما عنده كمان طبعاً هيدي القدرة؟ بالتأكيد. أنا بعتقد يفسر لنا. أنا بعتقد أنه اللي بيقدر يتفاوضوا على تسوية هن الرئيس سعد الحريري كطربوش 14 أذار والسيد حسن نصر الله كطربوش 8 أذار. هن اثنيناتهم بيقدروا يعطوا وياخذوا. النائب سليمان فرنجي لانه الملف بين الطرفين شائك، يعني ملف ليس فقط على الرئاسي، هو ملف ايضا على الحكومه، ملف على مجموعه ملفات، ملف على سلاح حزب الله، ملف على العلاقه مع سوريا. اذا هذه الملفات بيقدر يحملها على كتافه حسن نصر الله وسعد الحريري، بس بالتاكيد ما بيقدر يحملها على كتافه سليمان فرنجية كي يفاوض. مش عم بقول هو منه جزء من هذا الائتلاف، أكيد هو جزء أساسي وجزء من العمود الفقري، يعني من هالخرزات اللي ملقطة بعضها، لكن لا يستطيع أن يفاوض من تلقائه من دون تفويض في هذا الأمر. لذلك أنا ما سميتها تسوية، اعتبرتها اقتراح وما بتقلل من قيمتها، بس منا تسوية، لأنه التسوية تفترض وجود الطرفين اللذين يملكان ويستطيعان أن يقدما. اثنيناتهم ما بيقدروا يعطي، سعد الحريري ما بيقدر يعطي سليمان فرنجي، لأنه سليمان فرنجي ما بيقدر يتعهد ولو كرئيس جمهورية، لأنه بنعرف الحكم أو السلطة في البلد هي موازين قوى. وفي المقابل سليمان فرنجي سواء جاء رئيس أو لم يأتي رئيس لا يحمل تفويض يجعله يتكلم باسم حزب الله في مرحلة 6 سنوات، في مرحلة عهد، علما أنه الحزب ما قال أنه أنا موافق على سليمان فرنجي رئيس الجمهورية. هون صار الالتباس بهذه القضية أستاذ نقولة نصيف. يعني طبعا لما يروح النائب سليمان فرنجي ويلتقي الرئيس سعد الحريري بلقاء صاعق، يعني شكل، يعني الخبر شكل صاعقة للأقربين وللأبعاد والخصوم، أكيد مش رايح هيك يعني من دون ما يفاوض على الأقل أو يحكي مع
الحزب، والمعلومات بتأكد أنه هو اتصل بالحزب وبلغ أنه هو رايح يلتقي الرئيس سعد الحريري، وبالتالي الرئيس سعد الحريري تعاطى مع النائب سليمان فرنجية على هذا الأساس أنه هو جاي ومعه تفويض من حزب الله للسير بهذا الاقتراح اللي عم تسميه حضرتك. يمكن خلينا ندقق ببعض العبارات اللي استعملتيها دونيز، ما فيني أقول أني بعرف شيء، بس أكيد قد يكون حزب الله على علم مسبقا بالزيارة، بس مني أكيد أنه الحزب فوض إلى سليمان فرنجية أن يتفق مع سعد الحريري على موضوع الرئاسي. أكيد راح، أكيد راح بس ما بالتأكيد. لا، الكلام اللي الكلام المعروف أو المنسوب إلى تحط إلى قد ما بدك، المنسوب إلى حزب الله أنه سمع فكرة سليمان فرنجي أنه ذاهب إلى مقابلة الرئيس الحريري في باريس، فقال له اسمعوا شوف شو عنده بس ما تلتزم هلأ ما بدنا نقول وجع الموارنة وين نقطة ضعفهم، دايما تلقطيهم من إيدهم اللي عم توجعهم الموارنة. يبدو شعر النائب فرنجي بجدية عند الرئيس سعد الحريري. إيه هذا ما بيكفي، أنا برجع بقول لك يستطيع الرئيس الحريري أن يقترح النائب سليمان فرنجي رئيسا للجمهورية، ومن حق النائب سليمان فرنجي أن يوافق، بس النائب سليمان فرنجي مش عم بيتحرك خارج فلك، في فلك هو جزء منه اسمه حزب الله واسمه العماد ميشيل عون، وفي كل وقت يقول النائب سليمان فرنجي أنا مرشحنا ليزال الجنرال ميشيل عون، مرشحنا ليزال ميشيل عون وأنا بعد ميشيل عون، وفرق بين المرشح الأول والمرشح الثاني عتبات طويلة، يعني لا يستطيع أن يكون المرشح الثاني مرشح أول لأنه هو أراد أن يكون مرشح أول. عندما يتنحى المرشح الأول يأتي مرشح الثاني أو يأتي دور المرشح الثاني. طيب العماد عون حتى الآن منه بوارد التنحي او التنازل. طيب ولكن الحزب استاذ نقوله بغض النظر، راح النائب سليمان فرنجي قال له الحزب بانه ما تلتزم، بس عاد باقتراح جدي ولمس هالجديه عند الرئيس سعد الحريري، وحتى الان بعد الجديه واضحه بصفوف تيار المستقبل وعند الرئيس الحريري بانه ماضي مستمر لتامين نجاح هذه المبادره. طيب الحزب شو بده احسن من هيك اقتراح؟ إجا هذا الاقتراح من الرئيس سعد الحريري أنه نحن نمشي برئيس جمهورية من عندكم من فريقكم، يعني شو بده أفضل من الحزب مثل النائب سليمان فرنجية رئيس للجمهورية؟ خليني أعطيك مثل هيك بقرب على الجواب ويكون الجواب مطابق. بال2007 طرح اسم العماد ميشيل سليمان مرشح توافقي، وقعد ست أشهر من دون انتخاب، وطرحوا نفسه الرئيس الحريري لكن مع وليد جملاط مثل هالمرة، كان معهم أيضا الرئيس فؤاد السنورة وكان رئيس الحكومة، وها قبل 48 ساعة من نهاية ولاية الرئيس إمير لحود مكس ترشيح أو اعتباره مرشح توافقي ستة أشهر على الأد، ولم ينتخب الرئيس ميشيل سليمان، أصبح رئيسا بعد 7 أيار. مش عم بعتبر 7 أيار دليل، بس أنا عم بقول بعد 7 أيار من ضمن تسوية البند الأول انتخاب الرئيس الجمهورية. يعني نحن صرنا بمرحلة لأنه البلد مش محكوم بالصلاحيات، مش محكوم بالبنود الدستورية أو بالأصول الدستورية، بل محكوم بموازين قوى، ما عاد فيك تعملي كل استحقاق مستقل عن استحقاق آخر. صرت بكل خضة بتوصل إلى استحقاق كبير مثل انتخابات رئاسة الجمهورية والبلد مشقف هالقد والانقسامات حادة لدرجة بالملفات الداخلية كما بالملفات الخارجية، ما عاد في الإمكان التعامل ومقاربة هذا الملف أو هذا الاستحقاق على أنه حدث في ذاته منعالجه هو ومنترك البقية كل شيء بوقته، لا. لذلك انتخاب الرئيس لن يحصل إلا من ضمن دوحة جديدة، ما يشبه دوحة، مش عم بقول دوحة لأربطها بسبعة أيار، يعني من بعد على صورة من بعد الدوحة أحداث أمنية، لا لا لا، بده يكون على صورة الدوحة بمعنى تسوية، مش يعني تسوية ليست في حجم اتفاق الطائف، لكن إما في حجم الدوحة أو أصغر بقليل أو أكثر بقليل، بمعنى تسوية على الرئيس بند أول، على الحكومة، مش فقط على الحكومة، على الحكومة رئيسا وتوزيع حصص ونصاب، وأيضا على قانون الانتخاب على الأقل هالثلاث مواد
بدهم يكونوا أساس في أساس انتخاب الرئيس. يعني ما هيدا اللي حكي فيهم النائب فرنجية مع الرئيس سعد الحريري، بس هذا بده يحكي فيه مع حزب الله، لأنه ما حدا قال شو هي التعهدات النائب سامي فرنجية. طب يا بيوثقوا بالنائب فرنجية يا ما بيوثقوا فيه. لا بدنا نروح شو، لا الموضوع ما قيل أنه اتفقوا على الرئيس سعد الحريري رئيس للحكومة وأن تكون حكومة وحدة وطنية. أكثر من ذلك يقول النائب سليمان فرجي لم يتعهد بشيء آخر. بعض المعلومات بتقول صار في اتفاق على حكومة. كتبته اليوم خبرنا. إيه إنه بعض المعلومات حاطت ليحة من الـ من الـ من الاتفاق، صار ليحة من النقاط اللي اتفق عليها. خليني ركز على نقطتين أساسيتين. إنه حصل اتفاق على الحصص وعلى الحكومة وعلى أن لا يكون في الحكومة نصاب معطل أو النصاب الضامن كما يسميه حزب الله. لا يمكن توقع موافقة حزب الله على تأليف حكومة على رأس الرئيس سعد الحريري لا يكون فيها نصاب الثلث الضامن أو الثلث المعطل. هو الواقع منه ضامن، هو معطل، يعني فوق إذا على 30 فوق 11 11 وما يزيد. لا يمكن إمكان تأليف حكومة رئيس سعد الحريري إلا بهذا الشرط يقبل به حزب الله. هيدا هو الضمان اللي بتجعل التلت المعطل أو التلت الضامن بتقل رئيس الحكومة وبالتالي بيعادلوا بعضهم. يعني مثل ما أنت الدستور بيعطيك يا رئيس حكومة صلاحية أن تنسف هذه الحكومة وتهدمها لأنه تستقيل باستقالة رئيسها، هذا التلت الضامن بيوازي قوة صلاحيتك بهذه المادة. يعني مثل ما أنت قادر تسقط الحكومة نحن قادرين نسقط الحكومة. بس ما هن أخذين رئاسة الجمهورية. ما الكل بيتفقوا على أنه رئاسة الجمهورية خارج هذه السلطات. لا كمان نرجع هذا التخبط ب14، ما ننسى بفترة من الفترات كان عم بيطالب تيار المستقبل برئيس توافقي ويقول أنه رئيس الحكومة من 14 لأنه في رئيس مجلس من 8. صح. طيب هلأ شو عدا ما بدأ صار في رئيس المجلس من 8 ورئيس الجمهورية من 8 ورئيس حكومة من 14. إذا في ديزيكليبر بهالقصة. بالتأكيد هذا كله جزء من لعبة المناورة بين كل الأطراف. إذا بدك ترجعي لعبة المناورة مين كان عم بيناور؟ كلهم عم بيلعبوا. الرئيس سعد الحريري عم بيناور كان بهيدي القضية؟ مش بهيدي، بمجموعة الأفكار اللي طرحت. يعني لما بيقول في بفترة من الفترات أنا مع رئيس توافقي علما أنه مرشح سمير جعجع ويقول أنه يرفض بأي شكل من الأشكال مرشح من 8 أدار. أصبح اليوم يقبل ب8 أدار. أنا ما عم بقول اليوم عم بيناور، بس بقول أكيد في ماضى كان عم بيناور. لما ما بيكون مرشح سمير جعجع بيكون بصير مرشح ورئيس توافقي، يا عم بيناور على سمير جعجع يا عم بيناور على طرحه هو بحد ذاته. طيب بس اللي ينقل عن الرئيس سعد الحريري بالقول بأنه أعطى فرصة سنة ونص الوضع للفراغ، الوضع لا يمكن أن يستمر كذلك، وضع البلد، الظروف الاقتصادية، الانهيار الحاصل بالمنطقة والخوف من أنه يمتد إلى لبنان، كل هذه يعني الأسباب دفعته بأنه طرح وأقدم على هذه المبادرة، ولو أنه كان عارف أنه رح يكون في إلى عواقب سلبية أو يعني ارتدادات سلبية على فريقه. أولاً دونيز لا يملك الرئيس الحريري أن يقول أنه أعطى البلد فرصة، ما بيقدر يقول أنا أعطيت البلد فرصة. كلهم بيقدروا يعطوا البلد فرصة، ما حدا بيقدر يعتبر أنه هيدا البلد هو أمانة عنده. بس بده فريق يتنازل، يعني بده هون مطروح كان أنه فريق يتنازل. على الأقل الرئيس سعد الحريري تنازل وأقدم على هذه الخطوة. الحزب بالمقابل يا دونيز ما تنازل مقابل رئاسة الجمهورية لـ8، في رئاسة الحكومة لـ14. يعني عملوا التوازن فيما بينهما، ونحن بنعرف احيانا صلاحيات رئيس مجلس وزراء اهم بكثير من صلاحيات رئيس الجمهوريه. ما حدا عمل تنازل، ونحن بنعرف المشكله ليست في من سيكون الرئيس، المشكله اي سلطه اجرائيه اي حكومه ستنشا بعد انتخاب الرئيس. نحن بنعرف انه موازين القوى في الحكومه هي اللي بتعطي صلاح قدرة للرئيس على أن يحكم وبتعطل دور الرئيس. طب هون قانون الانتخاب مهم بهذا الموضوع. هذا قانون الانتخاب مش ما له علاقة بمجلس وزراء. قانون الانتخاب له علاقة بانبساط السلطة إذا بديك في مجلس النواب. طيب. يعني كيفية إنشاء مجلس نواب أو كيفية وصول النواب. هل حصل التزام من قبل النائب سليمان فرنجية للرئيس سعد الحريري بقانون الستين؟ شو معلوماتك؟ لا لا لك أنا ما كنت قاعد معهم على الطاولة، واللي بيقول لك إيه أو لا ما بعرف. في مجموعة معطيات تتحدث عن أنه صار في شيء من هذا القبيل. ليش؟
أولا الرئيس سعد الحريري بحاجة باستمرار إلى أن يملك الكتلة السنية الأكبر والكتلة النيابية الأكبر، مش بس الكتلة السنية أساسا، تحصيل حاصل عنده الكتلة السنية، هو بدله الكتلة النيابية الأوسع والأكبر، لأنه هذه الكتلة بقليل من التحالفات تمكنه من أن يصل إلى رئاسة الحكومة من تسميته في مجلس النواب. يعني النواب عندما يعني بالاستشارات النيابية الملزمة الكتلة الكبرى مع شوية تحالفات تستطيع أن تفرض الرئيس المكلف لتأليف الحكومة. إذن هو بحاجة لقانون الستين وبحاجة للنظام الأكثر، وبالتأكيد هو ضد القانون النسبي. وتركي لي على جنب تجليطة القانون المختلط اللي عملوه، لأنه اليوم الكل ظهروا منه الاشتراكي كلهم ظهروا منه والمستقبل. كلهم ظهروا منه. أنا ذاك كنت الوظيفة بكانون الثاني وكانون الأول بعد التمديد في المرحلة الماضية بعد تمديد الـ14 للمجلس، كانت الوظيفة استنفذت هذه الوظيفة وخدمت عسكريتها. الرئيس الحريري أكثر من يفيده هو قانون يشبه قانون الستين بهذه الدوائر وبالنظام الأكثري، لأنه يسمح له يقدر يسيطر بسبب الكثافة السكانية. ما بعرف كيف صارت في معظم المناطق، صار في كثافة سكانية باستثناء شوي بالبقاع وبجنوب، قادر يجيب غالبية مقاعد كل الدوائر طبعا باستثناء جبل لبنان الشمالي. إذن هو بحاجة لهالشيء. وليد جنبلاط العراب الآخر كما يقال لما يسمى تسوية، أيضا يتمسك بالنظام الأكثري وبقانون الستين بالذات، يعني الشوف لحاله علي لحاله وبعبدة لحاله أو علي وبعبدة والشوف، يعني أي وسيلة تقدر تمكنه من أن يمسك بمعظم مقاعد على جبل لبنان الجنوبي. على جبل لبنان الجنوبي. وما ننسى أن وليد جنبلاط منذ 92 بكل قوانين الانتخاب اللي مرقنا فيها في المرحلة السورية وصولا حتى الأمس القريب، دائما جبل لبنان عنده خصوصية، أو جبل لبنان الجنوبي وطبعا بجريرته يذهب جبل لبنان الشمالي، جبل لبنان الجنوبي دائما له خصوصية معينة تراعي ما يسمى خصوصية وليد جنبلاط. فبالتالي وليد جنبلاط بده النظام الأكثري وبده قانون الستين. يعني اللي عم بتحاول تقوله لا بدي كفيلك بعد النائب سليمان فرنجية أكثر من يلائمه قانون الستين، لأنه انتخابات منتذكر انتخابات 2005 اللي كانت على قانون 2000 الذي كان يدعى قانون غازي كنعان، سقط سليمان فرنجية بعد ما خلطوا الدوائر ببعضها مع دنيا ومع كار تماما. فسقطت لايحته بكاملة بصغرتها، وإذا رجع ربح بانتخابات 2009 لأنه أصبحت صغرت دائرة مستقلة. فإذن قانون الستين يعني قانون الستين بين نائب فرنجية و أيضا الرئيس سعد الحريري وأيضا النائب وليد جنبلاط، وبالتالي ما أخذ جواب. يعني حكما صار في التزام أو صار في اتفاق بهذا الموضوع؟ يعني لما توصل إلى هالخلاصة يعني في اتفاق يعني على هذا الموضوع، أكيد نحكى بهذا الموضوع. أيضا بس برجع بقول كان أولا كمفاوض لا يستطيع أن يعطي هذا التعهد، لأن قانون الانتخاب يصنع في الحكومة ثم في مجلس نيابي وأيضا كرئيس للدولة لا يستطيع أن يفرض هذا الالتزام طبعا لصلاحية رئيس الجمهورية. طيب ماذا عن الخصخصة اللي حكيت عنها حضرتك، أنه حكوا بخصخصة الكهرباء، بخصخصة الهاتف، أيضا نحكى عن مواضيع اقتصادية، ملفات اقتصادية، سوليدير. أنا ما عندي تفصيل عنها هالقصص، فقط أنه تناول النقاش هالمقدار بعض التفاصيل. سمينا يا هون أستاذ يعني نصير، يعني كنا عم نحكي كان طبعا انتخاب الرئيس انتخاب الفرنجية رئيسا، الحريري رئيس حكومي، حكومة وحدة وطنية بدون نصاب معطل، قانون انتخاب بقاء على قانون الستين أو أي قانون أكثري لكن طبعا قانون الستين، الكلام عن خصخصة قطاعي الهاتف والكهرباء، رفع 5 نقاط على التي في آ، وأيضا استجابة مطالب لشركة سوليدير في وسط بيروت. وهودي كلهم وافق عليهم النائب فرنجية؟ خليني أقول ما بقدر أقول وافق عليهم بمعنى بصمله أو أعطى تعهد أنه هولي بيمرقوا. هو وافق على أن يكون جزء من أي دعم عند إسرتهم. يعني رجعت قلت لك قبل أنه لا سعد الحريري بيقدر يفرضون لأنه في موازين قوى بالبلد، ولا الرئيس الجمهورية قادر يفرضون، لكن بيقدر الرئيس الجمهورية أن يكون جزء من ماكينة معينة تستطيع أن تقود حملة الدفاع عن وجهة نظر هذه المسائل. طالما رئيس الجمهورية
مش هو يعني قراره الفاصل بهذه النقاط. فإذا الحزب ليش خايف ما يمشي بالنائب فرنجية؟ ليش متردد بهذا الموضوع؟ لأنه من عملت التسوية، من عملت التسوية كما طلب بها الحزب؟ الحزب عندما يتكلم بتسوية يتكلم بتسوية فوق سطوح، مش تحت الأرض، مش بالمرآب ولا بالجراج ولا بالسوسول. لما بدنا نعمل تسوية مش بتصير في الظلام وبيقولوا اجتمعوا وكل طرف بينكر أنه صار في تسوية أو صار في مناقشة. عندما تكون هناك تسوية تكون على رأس السطح مثل ما صار باتفاق الدوحة، بيقعدوا كلهم على الطاولة، معروف من قاعد ما في أشباح، كلهم قاعدين وجها لوجه حاطين وراءهم، كل واحد بيقول شو بده شو ما بده، مين قادر يتنازل هون ومين قادر يتنازل هنيك. هذه هي مفهوم التسوية، والطرفين القادرين والقابضين بمعنى يملك ما يملك ويملك إرادة أن يرفض أو أن يتنازل، واللي بيقعدوا على الطاولة بيحكوا. مش تسوية فقط أن يقال أنه حكيوا بكم نقطة وبالتالي عملت تسوية، هذه ما بتنقص حزب الله، لا، هي بتنقص حزب الله بتوقيتها، انه بوقت ما كان حدا عم بيقول انه مقبول مرشح من 8 اذار، ليش فجاه صار مقبول؟ ليش توقيتها الان وتوقيتها تبين انه ما له؟ لانه انحكى انه في اتفاق اقليمي بانه يجب ان يحصل انتخابات رئاسيه بلبنان، ما حدا قال. في تقارب سعودي ايراني، انحكى عن لقاء صار على هامش فيينا 2 بين وزير خارجيه السعوديه والوزير ووزير خارجيه ايران، وانه صار في كلام عن هذا الموضوع. لحسن الحظ تلقف هذا الامر يعني الرئيس سعد الحريري، النائب وليد جملاط طرحوا هذه المبادره. بس خليني اعطيك بعض المؤشرات. لحسن الحظ الوزير الجبير عادل الجبير امبارح قال انه هذا الوقوف وقفوا مع بعضهم لدقائق، وبالتالي كل ما يثار حول التسوية في لبنان لا علاقة لإيران فيها. هذا واحد. اثنين، منا مصادفة انه بالوقت اللي صار تفاهم بين سعد الحريري وسليمان فرنجية على الرئاسة بتوقيت متزامن، بذات الوقت تصدر اللائحة، السعودية وزارة الداخلية وزارة الداخلية تعلن عن فرض عقوبات على 12 شخصية أو شركة على صلة بحزب الله، ثم صحيح. بزخم المبادرة يوقف بث المنار عبر العرب سات. لو كان في شيء من التسوية، من حد أدنى من التسوية بين الإيراني والسعودي، كان على الأقل تركوا الرئاسة تمرق وهذين الإجراءين، ما عم بقول أنه بتتخلى عنه السعودية، حقها تأخذ الإجراءات اللي بدها، كانوا تأجلوا بعض الوقت لإمرار التسوية. إذا لأنه لما بدك تعملي تسوية بين خصمين بدك تزيل العقبات من طريقة لتقدر تمرئيها بسهولة وتوصل هذه التسوية وتطبق، وبعدين بنعمل حسابات تانية. اللي صار أنه التسوية هي وعم تمشي ببطء، مشيت أول شيء بسرعة وقلبت، يعني ما كانت مدوزنة سرعتها، صحيح. ثم هلأ أصبحت تمشي ببطء، هي وعم تمشي كل شوي بتضرب بحيط، يعني حيط ورا حيط حيط ورا حيط. فبالتالي هذا الأمر أكد كشف أنه فعلا لم يكن هناك أي غطاء إقليمي شامل. هلأ ممكن نقول طيب ما الغرب عم بيحضوا إيه؟ اليوم في كلام الفاتيكان، الأمريكاني في موفد أمريكي خليني ميز هون. جاي يزور لبنان صحيح. الأسبوع المقبل هون خليني دونيز ميز شغلي بين الموقف السعودي. إذا افترضت، أنا بدي أقول إذا افترضت أن السعودية تبنت ترشيح النائب سليمان فرنجية، إذا افترضت لم يحصل ذلك برأيك؟ يعني لم تقل السعودية حتى الآن أنه هي تدعم ترشيحه، هي تدعم، هي تبارك، بس هي السفير السعودي قال نبارك هذه التسوية. تماما، بس أنا عم بقول إذا افترضت أنه هي تقف وراءه. موقف الغربي يختلف تماما بالنسبة للسعودية، بسبب صراع مع سوريا وبسبب خلاف الحاد وعدائها، مش خلافة، عدائها بينه وبين حزب الله، بالتالي لا يمكن أن يكون موقفها من رئاسة الجمهورية يشبه موقف الغرب. هي معنية بهوية الرئيس، لا تريد رئيس أن يكون على صلة يمكن بالنظام السوري، عم بحكي فيما مضى، أو رئيس يقوي نفوس حزب الله في لبنان. بالعكس، هي بتفضل يمكن حليف يشبه سمير جعجع. إذن هي معنية بهوية الرئيس وليس بملء المركز. الغرب شيء آخر تماما، الغرب يهم أن لا يكون هناك شغور في لبنان أيا يكن الرئيس. إن شاء الله مين، أي شخص بيقدروا يسموه بيقدروا يتفق عليه اللبنانيين، إن كان من الأربعة إن كان من الستة إن كان من العشرة، أي مرشح يتفق عليه ويصار إلى انتخابه وفق الآلية الدستورية وبتوافق الجميع ويملأ الشغور وتؤلف حكومة جديدة. هذا توافق الجميع، هيدا الغرب اللي بده إياه، بده أنه لبنان أن لا يكون هناك ما يزعزع استقراره أو يضعضع وضعه الداخلي، لأنه
كثرة استمرار الشغور حكومي صار له من أيلول مش مجتمع مجلس النواب خلال سنة 15 لم يستطع أن يعقد إلا جلسة تشريع واحدة، ورئاسة الجمهورية شاغرة من سنة وسبعة أشهر، فبالتالي هذا أمر راكمي بيوصل لنتيجة بيهز الأرض من تحته، يعني إذا من فوق مهدينه مش قادرين نضمن من تحت، خصوصا مرات بيصير في اضطراب أمني. طيب. لذلك الغرب هو يريد رئيس، أي رئيس، لكن رئيس يتفق على اللبنانيين. لما صار هذا الاعتراض رجع الغرب فرمل أو لا ما بيفرمل الغرب بعده مصر على موقفه. بمعزل هل يكون الرئيس هو سليمان فرجي أو لا يكون الرئيس، أنا ميزت تماما أنه هو يريد رئيس للبنان. من يكون هذا الرئيس هو اللبنانيين اللي بيقرروا هذا الأمر. لذلك الأمر مختلف تماما. إيراني والسعودي مش هيك. إيراني والسعودي معنيين بهوية الرئيس ومواصفاته وباسمه حتى. طبعا أكيد واضح ما تقوله أستاذ نصيف. أكيد بعد الفاصل الإعلاني بدي أكمل معك بهذا الحوار. طالما هلا تسوية ما كانت ناضجة وبلشت تصطدم بحائط وراء حائط كما عم بتقول، مين كان وراها؟ مين اللي طبخها بشكل سيء لكان؟ ومن أفشل هذه التسوية اليوم؟ ومن أسقط على الرغم من أنه البعض بعده عم بيقول لم تسقط هذه التسوية؟ لكن بعد الفاصل الإعلاني. نتابع حوار بيروت اليوم مع ضيفي الكاتب والصحفي الأستاذ نقولها نصيف. أستاذ نصيف، لو كان ماذا لو كان مكان اليوم النائب سليمان فرنجية الجنرال ميشيل عون، وكان الرئيس سعد الحريري أخذ هالمبادرة باتجاه الجنرال ميشيل عون، هل كان حزب الله سيأخذ نفس الموقف برأيك؟ ما بدي أحكم على النيات، ما بعرف بالسرائر، ما حدا بيقدر يقول أنه إيه أو لا، أنا ببني على المواقف، ويمكن مساءلة الحزب وسؤاله عن هالقصة. الحزب يقول أنا مرشحي الأول هو العماد ميشيل عون، وبالتالي لا أتخلى عنه إلا حتى يوم القيامة. أوكي، إذا مضى هذا الأمر ولما صار التفاوض فيما مضى، نتذكر من سنة بال 2014 بين الرئيس الحريري والرئيس عون على موضوع الرئاسي على تسوية معينة، كان الحزب معه خبر وبالتالي أطلق يد العماد عون أنه حكي معه واتفق أنت وياه. هلأ ما صار هذا الأمر. اليوم يفترض أنه في حال لو حصل اتفاق على العماد عون أن يقول الحزب الله بدون تردد نعم، وبالتالي أن تنعقد الجلسة. ما بيكون عنده التحفظات اللي اليوم عم يطرحها والتساؤلات؟ لا، لأنه عن مجرد التوقيت وعن العناوين وعن هذه الالتزامات بهذه الملفات. لسبب بسيط، لأنه الاتفاق مع العماد ميشيل عون هو اتفاق على تسوية وليس اتفاق على شخص، لأنه هذا هو مطلب العماد عون منذ البداية. ولا مرة قال العماد عون أنه الاتفاق هو على انتخابي فحسب، هو على تفاهم أنا بجي ترجمه أنا ورئيس الحكومة. فبالتالي الاتفاق على العماد عون يعني الاتفاق على السلة. وإذا أنا بدي صدق حزب الله بكل اللي بيقولوا أنه ثقة عمياء بالعماد عون ويستطيع أن يفوض إليه أن يفعل ما يشاء، وبالتالي هو وراءه باستمرار من دون أي تردد، ما بفترض أنه إذا طرح اسم العماد عون رئيس الجمهورية، ما بفترض يعني في ضوء المواقف المعلنة، برجع بقول لك هلأ النيات المخبأة ما بعرف شو هي. الموقف المعلن كان يجب أن يحصل الانتخاب وبالتالي أن ينتخب. اللي صار انه الكل بيعرفوا، الرئيس الحريري وكل 14 اذار بيعرفوا انه موقف حزب الله هو ميشيل عون اولا كمرشح للرئاسه، فيما بعد اذا تخلى ميشيل عون يصبح ترشيح سليمان فرنجيه اولويه او رقم واحد عند حزب الله. نعم. اللي صار انه نطوا عن العماد عون وراحوا على نائب سليمان فرنجي يلي هو من خيارات ايضا الحزب، مش عم بقول منه من خيارات الحزب بس مش من اولويات الحزب. فاذا الحزب ما بده رئاسه استاذ نصيف، هلا ما بده رئيس للجمهوريه بهذا التوقيت، هلا توقيته بعد ما مناسبه. لا، نحن عم نستنتج، اذا بدك نوصل لخلاصات بقدر اوصل انا وياك لخلاصات انه كلهم ما بدهم رئاسه، كلهم من دون استثناء ما بدهم رئاسه. وانا بقول لك ليش حزب الله ما بده رئاسه، لانه قادر حزب الله أن يفعل ما يشاء في لبنان وأن يستمر في يقاتل في سوريا وأن يستبعد الخطط الأمنية في البقاع، لأنه أي رئيس جديد كل الأطراف بدون يقدموا له شيء، بدون يتنازلوا قليلا من طبعاً. عندهم، فبالتالي حتى كل الأحجام بدها تصغر. فحزب الله له مصلحة
يمكن بفضل أن لا يكون هناك رئيس، لأنه قادر يمسك اللعبة بكل تفاصيله وقادر يتحرك بحرية. الرئيس سعد الحريري كمان ما كتير بضره ما يكون في رئيس، لأنه واجهة الشرعية الدستورية اللبنانية اليوم هو رئيس مجلس الوزراء، هو الرئيس تمام سلام. حتى ولو لم يكن حتى بالآخر هو واجهة الشرعية، كل ما يجيك ضيف من برا عم بيجتمع معه، عم بيظهر هو يحكي برا. فبالتالي اليوم حتى ولو معطلة بس يمكن بكرة ترجع تستأنف الحكومة. واجهة الشرعية الدستورية اليوم سنية بهذا الأمر، هذا لا ينتقص من الرئيس سلام بشيء، بس أنا عم أقول هذا هو الأمر. بالنسبة للعماد عون، العماد العون اليوم يثقل باللعب الداخلية أكثر مما لو في رئيس جمهورية. هو عم بيلعب في الظل دور رئيس الجمهورية، يعني بوجود رئيس الجمهورية في كتير أشياء من الأدوار اللي عم بيقدر يلعبها العماد عون، بتعطيل مجلس الوزراء، بتعطيل مجلس النواب، بمسار اللعبة ككل مش ما بيقدر يلعبها، لأنه صار في رئيس للدولة. يفترض هذا الرئيس أن يكون أتى بتوافقهم كلهم، يعني كلهم كل واحد بده يشيل من كيسه شوي ويعطيه للرئيس. الأمر ذاته أيضا بالنسبة لسمير جعجع، يعني اليوم سمير جعجع كمان حجمه كبران، يعني كل الناس تضخمت أحجامها بغياب الرئيس، لأنه اعتبروا حالهم مؤتمنين على الدور المسيحي الشاغر، وبالتالي كلهم مرشحين للرئاسة وكلهم أثقالهم ثقيلة. هيدول كلهم لما بتعمل رئيس جمهورية ورئيس موثوق به ورئيس يأتي به بإجماع، إن شاء الله يكون من الأربعة، إن شاء الله يكون من الستة أو من العشرة، هذا الرئيس الكل يقدم له شيء منه، وبالتالي بيجي بزخم قوي بيقدر يتحرك. طيب كان فيما بدأ بسوء بـ 58، أعطيك مثال كتير بسيط، بـ 58 كان بيير جميل رئيس حزب الكتائب أقوى بكتير من فؤاد شاب قائد الجيش، وكمال جنبلاط أقوى بكتير من فؤاد الشاب، وكميل شمعون الرئيس الذي توشك ولايته على الانتهاء أقوى من فؤاد الشاب، لأنه نعرف بالجيش بـ 58 الجيش ما كان قادر يلعب دور، كان يفصل بين المتقاتلين ولا يحسم. لما أصبح هناك رئيس جمهورية وانتخب الرئيس الشاب رئيس جمهورية، صاروا كلهم أصغر من رئيس الجمهورية، صاروا كلهم بيشتغلوا عند الرئيس. صاروا ليش؟ إذن انتخاب رئيس كل الأحجام التي يمكن أن تنتفخ في الشغور تعود إلى حجم الطبيعي. فبالتالي ما بيعود حدا يقول أنا مؤتمن على هذا الاستحقاق، صار في مين هو مؤتمن عليه. لذلك إذا بدك تيجي تقلي لي أنه حزب الله ما بده رئيس جمهورية، بقدر أقول لك كل الأطراف ما بده رئيس جمهورية إذا كانوا قادرين يحافظوا على دورهم باللعبة. اللي دوره ضعيف وصغير باللعبة أكيد بيتمنى يكون في رئيس، بس اللي دوره منتفخ وكبير باللعبة بيتمنى ما يكون في رئيس. لذلك كمان شروطه بتصير صعبة ومعقدة ومستعصية إذا بدك بتسمية المرشح. هل تعتبر بأنه تسوية النائب سليمان فرنجية رئيس للجمهورية سقطت نهائيا؟ لا، بلبنان ما في شيء بيسقط. يمكن أن نكون بمرحلة جديدة، كنا من أيار 2014 حتى نحن اليوم بكانون الأول أو بتشرين الثاني 17-20 سنة موعد الاجتماع، كنا في ظل شغور رئاسي بدون أمل بانتخاب الرئيس، جلسات 31 جلسة عبثا بدون، وما كنا عارفين أنه أمتى سننتخب الرئيس. بعد 17-20 الثاني إلى اليوم، إلى شهر 2-3-5 حنضل في شغور، بس في عنا شهر 2-3-5 ممكن. ايه طبعا، شو مين بيقول انه في رئيس الجمعة الجاية واللي بعده واللي بعد العيد باول العام الجديد؟ ما كنا نقول هيك بعد الشغور، ما كنا نقول هيك بعد الشغور. بعد نهاية ولاية الرئيس سليمان اصبحنا اليوم في وضع جديد، هناك شغور مستمر وهناك مرشح محتمل بوتنسيال، يعني مرشح موجود لكنه ليس جدي. رئيس ليس رئيس محتمل مع وقف التنفيذ. ايه اذا بدك مثل ما كتبت حضرتك، مثل ما استعملت التعبير رئيس مع وقف التنفيذ، يعني ليس رئيسا محتملا بل هو مرشح محتمل، بس اذا بدك محبة سكر زيادة عن الآخرين. بمعنى انه يعني تقدم، هو متقدم أكثر. تقدم الصفوف، تقدم الصفوف. بس هذا لا يعني انه سيصبح رئيس، وهذا لا يعني انه لن يصبح رئيس. يعني صارت ظروف المرحله المقبله هي فرملتها. استاذ نصيف، مين برايك اللي فرمل اليوم النائب وليد جملاط بتغريدته؟ يعني ملمح الى الحزب والقوات اللبنانيه وبيقول تلاقي عجيب غريب لقوى متناقضه شكليا على الاقل، وبيقول أكثر من جهة صمت مريب لجبهة الممانعة التي لم تفسر لنا لماذا تعترض على انتخاب سليمان فرنجية وموقفه السياسي واضح في تأييده وانتمائه لهم،
ومن جهة ثانية الجبهة السيادية بامتياز وعانيت القوات اللبنانية التي نكن لها كل الاحترام والتقدير والتي تلاقت مع جبهة المنام مانعة في رفض الترشيح وطبعا معهم طليعة السياديين وفي مقدمهم ابن الأشرفية البار الوزير ميشيل فرعون. فالسؤال اللي طارحه أنه هل فعلا هذا التلاقي اللي عم بيسميه غريب عجيب النائب وليد جونبلاط هو أوقف أو فرمل هذه أنا حتى لا أستعمل التعبير نفسه أنه تلاقي غريب عجيب. هل كان أحد يتوقع أنه وليد جونبلاط يدعم سليمان فرنجي للرئاسة وهو عنده مرشح يتمسك به حتى الدقيقة الأخيرة ولم يقل مرة أنه مستعد لسحبه بأي وقت بل هو مرشح ومن حقه أن يترشح أنري حلو؟ في شي مرة قال وليد جنبلاط أنا جاهز لسحبه ولا مرة قال أنا جاهز لسحبه؟ سمير جعجع قال أنا جاهز للانسحاب لمرشح توافقي. وليد جنبلاط ولا مرة قال. طيب هل كان من هل كان من الطبيعي أن يفكر المرء أنه ذات يوم يصبح وليد جنبلاط هو الأكثر تمسكاً كثير التمسك بسليمان فرنجي لرئاسة الجمهورية؟ لا كله غريب عجيب كله فايتين ببعضه يعني ما عاد معروف بقى وين السوي من غير السوي. بس هل في تقارب يعني على الأقل بالشكل مثل ما عم بيقول النائب وليد جنبلاط هل ترى تقارب بين الحزب والقوات اللبنانية؟ لا خليني أقول خليني ميز هنا بين الثلاثة حزب الله والعماد عون وسمير جعجع أو القوات اللبنانية بالنسبة لترشيح النائب سليمان فرنجي في ثلاث عقبات بطبيعة الحال عقبة يعني ثلاث قوى كل قوة من هذه القوى الثلاث عندها عقبة تجاه سليمان فرنجي عقبة حزب الله تجاه سليمان وثلاث عقبات لا يمكن التقليل من شأنها بالمصادفة بتجعلون أنهم يتزامنوا بسبب تناقض المصالح مع انتخاب سليمان فرنجي. حزب الله طرح سؤال أنه لماذا بهذا الوقت التوقيت طرح مبادرة وسليمان فرنجي بالذات اللي كان مرفوض سعوديا أن يكون رئيس الجمهورية لأنه من 8 أذار صديق الأسد وبوقت في تأزم بالعلاقات السعودية الإيرانية وفي تأزم بعلاقات حزب الله السعودية يأتي ترشيح سليمان فرنجي. هل المقصود مثلا احداث انشقاق داخل المسيحيين؟ هل مش هو عم بيدافع عن المسيحيين يعني ضرب قوى 8 أدار من الداخل؟ هذا اللي عم بقصده. هل المقصود محاولة احراج حزب الله يصبح في مواجهة مشكلة بين حليفين؟ ليش هلا بالذات انطرح هذا الاسم من دون اي تحضير على الحزب على الاقل على اطلاع؟ في اجوبه على هذه الاسئله استاذ نصيف عندك حضرتك اجوبه؟ لا انا ما بعرف انا فقط عم بسال. هذه عقبه الحزب لذلك الحزب يعني هل فعلا الرئيس سعد الخريري حريري خطط لهذه الامور ما بعرف. ام انه بادر بحسن نيه فعلا؟ ما بعرف بس هبد ذكاء سياسي ما بعرف هبد ذكاء سياسي السياسي المحنك وبيعرف اذا بفكر في هذا الأمر أو لا ما لي علاقة بهذا الأمر. هذه تساؤلات يطرحها الحزب توقيت المبادرة يعني الحزب مشكلته مش مع سليمان فرنجي مشكلته مش مع الشخص. المبادرة بحد ذاتها ومع الشخص الذي طرحها وتوقيت طرحها. ميشيل عون لا مشكلته مش مع المبادرة مشكلته مع الشخص الذي ترشح اللي هو سليمان فرنجي الذي يعرف أنه ليس مرشح أول وليس في مصاف الجنرال يعني الجنرال هو أول كتمثيل يعني مش اثنيناتهم حط بعضهم في أول وبعدين الثاني بيروح الثاني بيروح بيطلع الثاني لما بيفل الأول مش أنه الثاني يمكن أن يقفز فوق الأول. إذا هيدي مشكلة أساسية أيضا وأنه صارت بدون تنسيق معه بمعزل على أنه هل الجنرال نسق مع سليمان لما حكي مع الحريري فيما مضى بروما وبباريس هي ذاتها يعني هي زيتة. وحدة بوحدة هلا أنا بظن أنه يمكن الجنرال ما بيعتبر لا يعامل سليمان فرنجي على أنه ند له يمكن يكون في أحد أسبابه مشان هيك ما أنه مضطر يخبره لا ببيان التكتل التغيير الثلاثة قبل بيوم من ما يجي كرروا أكثر من مرة بالبيان عضو تكتل التغيير والإصلاح عضو تكتل التغيير لذلك أنا عم بقول لك لا يعامله كند. بالنسبة للقوات اللبنانية مشكلتها مزدوجة يعني مشكلتها بتجمع احتجاج حزب الله واحتجاج ميشيل عون. قلنا حزب الله احتجاجه على المبادرة وصاحب المبادرة والجنرال عون على المرشح. حزب القوات اللبناني أو سمير جعجع هو يجمع اثنين سوا يعني أولا لا يمكن أن يقبل أو يعني يتقبل على الأصح أن يرشح سعد الحريري سليمان فرنجي في وقت أنه سمير جعجع هو المرشح
وهو يجب أن يكون على علم بذلك، على علم بمعنى مش إنه يجي خبرك وبروح بكفي لحالي. بدنا هيك نحكي صار. هو بدنا حسب نحكي. ما عم نقرأ اليوم بدنا نحكي مع بعض كان على علم الموضوع. دكتور جعجع يعني طرح على الرئيس عبد الحريري هذا الأمر، ما بكفي هذا الأمر، بدنا نقعد نحكي بحيثيات. أولا نتخلى عن ترشيح سمير جعجع، والثاني الذهاب إلى مرشح بثمانية أذر. شو حقه؟ شو حقه؟ وايضا عنده مشكله ايضا مع سليمان فراجي، لانه بالاخر في خصومه الشمال، يعني اثنيناتهم ملعبهم بشمال، ناس بصغرتها وحواليها وناس بشري وحواليها، وبالتالي في مرحله مقبله اذا بيكون سليمان فراجي رئيس جمهوريه او سمير جعجع رئيس جمهوريه، سيكون هو ملعبه الواسع هو الشمال المسيحي، وبالتالي حيكون في تنافس على اكثر من مستوى. الكتائب ما بقى الكتائب عم بيقولوا شيء اخر مختلف، والبعض يقول انه في تعهد. الكتائب عم يتحدثوا عن مشروع سياسي اللي ايضا القوات عم بيقولوا انه بدنا المشروع السياسي. الكتائب عم بيميزوا شوي انه اذا اعطانا الرئيس الجمهوري تعهد بخطاب القسم نمشي في هذا الامر. هناك بعض الكلام او المعلومات تتردد بانه هن قالوا يحضرون الجلسه ولا يصوتون لسليمان في حال امتنع العماد عون، يعني ممكن ياخذوا هالموقف، بس هذا امر. هذا كمان انحكى انه الحزب قد يقدم على هكذا خطوه. ما بعتقد انه بيدعمها بشكل غير مباشر لهذه التسويه، ما بينزل على الجلسه حتى ما يحرج حليفه الجنرال ميشيل عون، لكن بيأمن النصاب في مكان ما عبر الرئيس بري، واكيد وليد بكر حيكون حاضر. بالتاكيد التفسير الاولي البدائي الثازج لهيك تصرف انه الحزب يطعن الميشيل عون في ظهره ويغدر به، لانه لما بدك تكون كيف يطعن فيه؟ ما رح ينزل على الجلسه، حتى معناتها هناك تقاسم ادوار بينه وبين الرئيس بري، بيتامن النصاب هو ما بينزل، لكن انعقاد الجلسه هي الطعنه بحد ذاتها. لذلك اذا لم ينزل حزب الله الى الجلسه لن تكون هناك جلسه، الرئيس بري لن يدعو الى جلسه عامه لانتخاب الرئيس ليس فيها حزب الله والعماد عون وسمير جعجع وحزب الكتائب. هيدي مش جلسه. ليش بدل رايه؟ ليش بدل رايه دونيز. الرئيس بري ليش هي خفت اندفاعته؟ هيدي منا جلسه اقرار قانون السير او قانون الايجارات، هيدي جلسه انتخاب رئيس جمهوريه، يعني جلسه موازين قوى ست سنوات، مش هي جلسه انتخاب بس شخص. بس ببدايه التسويه يعني نسمع كلام ونحكى كلام انه ماشي بغض النظر ان وافقتوا يا مسيحيين وان ما وافقتوا، وحتى لما صار في يعني هذا الاعتراض المسيحي المثلث تيار الكتائب والقوات، يعني ما كان هالقد في توقف عند هذا الاعتراض. انت صدقت اللي قالوا انه ماشي؟ يعني اذا كان حزب الله صامتا وصمته بليغ، وإذا كان سمير جعجع قال لا، وإذا كان ميشيل عون قال لا، أنت بتصدق بينتخب رئيس بهالطريقة؟ أنا بقول لك إيه، سنة 76 انتخب الرئيس الياس سركيس، وكان في مقاطعة، بس كان في مقاطعة مخلوطة مختلطة، يعني فيها مسيحي ودرزي وسني وشيعي، كان يقودهم كمال جنبلاط، كان يقودهم كمال جنبلاط وإلى جانبه ريمو قدي. سنة 82 انتخاب الرئيس بشير جميل، كان الرئيس صائب سلام يقود معارضة كمان ضد انتخاب الرئيس بشير جميل، بس كان فيها خليط من المعارضين المسيحيين والمسلمين والسنة والشيعة اتسترا. اليوم إذا عم تعمل انتخابات ليس فيها الكتائب، ليس فيها القوات اللبنانية، ليس فيها ميشيل عون، أي ظهير مسيحي يأتي به الرئيس الجديد ولو كان ماروني بار مثل سليمان فرنجية، وبرجع بقول ماروني بار، ولو كان ماروني بار أي ظهير، فكيف الأحرى إذا كان إضافة إلى هؤلاء جميعا عم بيغيب حزب الله اللي هو معني أكثر واحد معني بتقديم بين مزدوجين تنازلات كي يقلع العهد الجديد أو ينطلق بقوة، لأنه بده يساعده كتير، يعني أكثر فريق بيقدر يساعد عهد يمشي أو يعطله هو حزب الله، لأنه يعني بيملك الأرض وبيملك سلاح وبيملك موازين القوى وبيملك تحالفه مع ميشيل عون، يعني هي العقبة اللي نفترضها أكيد صعبة، يعني رح تكون يعني هو أكثر من يجب أن يقدم للرئيس الجديد حزب الله. لذلك حزب الله تعامل مع مبادرة الرئيس الحريري على أنه عم تعطينا الرئاسة وعم تاخد كل السياسة. لا طب بس كمان الحزب يعني بده كل شيء، ما بده يعطي الفريق يعني الآخر شيء تاني، يعني حاولت تقنعي بأقل من هيك، إذا فيك تقنعي نعي بأقل هيك. أنا مش عم بقول بده كل شيء، كلهم بدهم كل شيء، كلهم بدهم كل شيء، كل واحد بيعتبر حاله جزء ثقيل بموازين القوى بده كل شيء، ما بده يدفع شيء من جيبته. لذلك في عندي رأي، وهذا رأي مستمد من تجاربنا منذ 76 حتى اليوم، اسمعيني منيح، منذ 76 حتى اليوم باستثناء الرئيس إمير لحود، لأنه كنا في مرحلة الوصاية السورية، لم ينتخب رئيس إلا على الصخم.
عالسخن؟ عالسخن. وهلا هيك؟ شو بعرف؟ عالسخن. بس معناه هذا الكلام يا بتروحوا على سليمان فرنجيه يا اما رايحين على الخراب. في سخن. يا رئيس بيجي هلا على البارد، يا الرئيس رح يجي على على الدم. ما بنجيب رئيس على البارد. الياس سركيس. شو بشير شو بده يصير؟ سبع ايار جديده؟ ما بقى. الياس سركيس، بشير جميل، امين جميل، روني معوض، بحط على حقبه العلاقات. هل يذهب؟ روني معوض، الياس الهراوي، ميشيل سليمان. طب ما كله ما كانوا، مش كلهم كانوا في ظل الحقبة السورية، وما كانوا كلهم في ظل الحقبة الإسرائيلية، وما كانوا كلهم بمراحل اجتياحات. صحيح. بس كان في نصهم جزء من خلافات اللبنانيين بعضهم مع بعض، وكان في شغور، في شغور ال 88 وشغور ال 2007، وصلنا إلى شغور ال 2014. طيب ماذا لو اليوم اتفق المسيحيين مع بعضهم ورشحوا حدا ثالث، حدا شخص جديد؟ أكيد عم تمزحي. ما رح تصير؟ أكيد عم تمزحي. هل يذهب الدكتور سمير جعجع إلى تبني ترشيح الجنرال ميشيل عون برأيك؟ ما بعتقد. ما بعتقد، لأنه ممكن كمان ينظر إلى هذا الأمر على أنه مناورة كيصل يعني مناورة لإحراق سليمان فرنجي بميشيل عون. ما بعتقد، بعتقد دكتور جرجع ما بيرشح حدا. ما بيرشح حدا، بس مطلوب منهم هلا في ضغط على المسيحيين يسموا شخص. سمير جعجع حتى إشعار آخر هو مرشح 14 أدار. هو مرشح 14 او غير 14، هو ترشح قبل 14 وما اخذ اذن 14 لحقته بترشيحه. هو مرشح ما عم بيعطي اشارات للتخلي عن ترشيحه. هلا اكثر بالماضي كان يقول في امكانيه ان اتخلى اذا كان في مرشح توافقي. في مرشح توافقي. توافقي. ما كنا نعرف اي مواصفات للمرشح التوافقي اللي بتخلي كل الناس توافق عليه. لذلك السخن بيجيب المرشح التوافقي. البارد ما بيجيب مرشح توافقي، لانه اللبنانيين ما ممكن يتفقوا على مرشح توافقي. صرنا سنه وسبعة اشهر بنحكي مره برئيس قوي وما عندنا اياه، ومره برئيس توافقي وما عندنا اياه، ومش متفقين عليه. ومش متفقين عليه، لذلك موضوع شوي بكير بحتاج لوقت. انا بدي اشكرك استاذ نصيف على هذا اللقاء. شكرا مشاهدينا، بذكركم بامكانكم متابعه اخر الاخبار عبر صفحتنا ام تي في لبنان نيوز على موقع تويتر، وام تي في لبنان نيوز على موقع الفيسبوك، وعبر موقعنا الالكتروني mtv.com.lv. شكرا لحسن المتابعه والى اللقاء.